كل عام وانتم بخير مشاهدينا. كل واحد منا عنده أمنية، إذا تحققت هاي الأمنية بيصير العيد أحلى بالنسبة له. خلونا نشوف الأهالي هون في إدلب إيش الأمنية اللي بيحبوا إنه تتحقق مشان يصير عيدهم أحلى. إن شاء الله كل عام وانتم بخير. وانت بخير. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير يا رب. طيب إيش الشيء أو الأمنية اللي إذا تحققت بيصير العيد أحلى بالنسبة له؟ والله هو عودة لمناطقنا. ان شاء الله هيك الله يزلنا بالفتح يعني. من حضرتك؟ من حلب المدينة. اهلا وسهلا فيك. الله يبارككم. والاجتماع مع الاهل والاحباب يعني بعد تهجير، يعني تعرف انت العائلات كلها بشكل عام تشردت، فالاجتماع مع العائله والاحباب والعوده يعني هي اكثر شيء ممكن. ان شاء الله عيد الجاي بتكون مجتمع مع اهلك واحبابك واصحابك وفي نص حلب ان شاء الله. اللهم امين. الله يبارك فيك. احييك الله. كل عام وانت بخير مره ثانيه. من حضرتك؟ كفر روما. اهلا وسهلا فيك. ايش الشيء اللي اذا تحقق او الامنيه اللي اذا تحققت بيصير العيد احلى بالنسبه لك؟ هي عودة القرى المغتصبة المحتلين من قوة النظام ببداية الأمر، إخراج المعتقلين صار لهم أقل شيء من بداية الثورة، اجتماعنا مع المهجرين أهلنا في كافة الأنحاء. كل عام أنت بخير. أنت بخير. من وين حضرتك؟ من بنش. أهلا وسهلا فيك كل أهل بنش. إيش الأمنية اللي إذا تحققت بصير العيد أحلى بالنسبة لك؟ رجوع الشهداء، يعني عم بتمنى كل الشهداء اللي كانوا اللي استشهدوا يرجعوا، يعني بدونهم ما في عيد. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام انت بخير. انت بخير. من حضرتك؟ من حمص. اهلا وسهلا فيك في كل اهلنا في حمص. على راسي الله يبارك فيك. انت عيطت الاربعاء على الخميس؟ لا الخميس. كل عام وانت بخير. ايش الامنية اللي اذا تحققت بصير العيد احلى بالنسبة لك؟ الأمنية يعني؟ إيه. إيش بتتمنى إنه يصير يعني يصير عيد أحلى إذا تحققت هاي؟ إنه مع أهل الواحد يكون يعني بين خلان وأهله أحسن. إن شاء الله عيد الجاي بعيدكم. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. السلام عليكم. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. كل عام بخير. قبل عيد الجاي إن شاء الله الله يفرج علينا وعليكم وعلى الجميع يا رب. إن شاء الله كل عام أنت بخير. وأنت بألف خير يا رب. شكرا على الشاي أول شيء. صحتين وألف أنا. يسلمك يا رب. من حضرتك؟ من إدلب. أهلا وسهلا فيك وفي كل أهلنا. يسلم لي إياك يا رب. أشو الأمنية اللي إذا تحققت بصير العيد أحلى بالنسبة لك؟ نخلص من الطاغي بشار الأسد. هاي أكبر أمنية عنا. بصير العيد أحلى من هيك؟ أحلى. وسوريا أحلى. بصير العيد بعشرة. مو باثنين، بعشرة بصير. وسوريا أحلى والدنيا كلها أحلى. أحلى بكتير بدون الأسد. الحمد لله هلأ مبسوطين بدون الأسد. الحمد لله رب العالمين. الله خلصنا منهم والله. يحرر سوريا كلها إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله عيد جاي من عيد عليكم. وسوريا محررة إن شاء الله. آمين يا رب. آمين. إن شاء الله بتعيد في بلدك إن شاء الله يا نبي محمد. كريم يا رب. شكرا كثير. الله يبارك. أيوه. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير يا رب. منين حضرتكم؟ والله الاصل جبل الزاويه. اهلا وسهلا فيك كل اهل جبل الزاويه. الله يبارك فيك. ايش الامنيه اللي اذا صارت بيصير العيد احلى بالنسبه لك؟ كل واحد يرجع لبيته وضيعته، هاي احلى شيء. يعني انا مثل انا طالع من الشام، صلي من 2012 اصلا مقيم بالشام يعني. اي اكيد. ولادي ودراسي كلها في الشام. يعني افضل شيء واحد يرجع لبيته وارضه ويرجع اخواته المسافرين والمهاجرين، هو ساعتها بلاقي العيد اطيب. ترجع لمة العيد. لك اكيد يعني هلا عند البركه نحن سته، ثلاثه في المانيا وعدي بالسعودي واثنين هوني والحجون. هاي الله يسلمكم ان شاء الله. الله كريم. امين يا رب. هذول المهجرين عبر اورينت ايش بدهم؟ يلا كل عام وانتم بخير يا شباب والعيد احلى معكم ان شاء الله. شايف الدمعه بعيونك. ان شاء الله الله يجمعنا كلنا يا رب. حياك الله. الله معك. مع السلامه. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. منين حضرتك؟ من إدلب. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك عمي. ايش الامنيه اللي اذا تحققت بصير العيد احلى بالنسبه لك؟ انه تفرج على هالبلد والخلق ترجع لبلادها بخير وسلامه، وتلتم الامي هاي اللي تشردت وطلعت لبرات بلادها وترجع المحبه لبعضها. بس نرجع نحب بعضنا من مثل قبل. هلا في محبه بس مو مثل قبل ان شاء الله. حضرتك ايش الامنيه اللي اذا تحققت بس العيد احلى بالنسبه لك؟ والله ترجع الاراضي اللي مثل معرية النعمان، سرائي، بالنيرب، كذا اخيو، وترجع اللي طلع يعني صوب تركيا وما تركيا يرجع اخيو، يعني تلتم الخلق اخيو مع بعضها، بصير محبه، بصير الفي، بصير بيناتنا. بس هلا ما عم نحس بطعمه العيد.
شكرا كثير لك. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانت بخير. وانت بخير. يعني ايه حضرتك؟ متح. اهلا وسهلا فيك وفي كل اهل متح. ايش الامنيه اللي اذا تحققت بصير العيد احلى بالنسبه لك؟ الامنيه اللي بصير احلى هو عودتنا على بلادنا. مناطقنا بصير العيد احلى ان شاء الله رب العالمين. الله كريم. كل عام وانت بخير. انت بخير. احلى امنيه بالحياه هي عودتنا على بلادنا. ما في احلى من هيك. الله يفرجها علينا. والعيد احلى اذا بنرجع. تمام. العيد في البلد احلى. احلى هو العيد حلو اجواء وطقوس كثير حلوه بس ببلادنا احلى. يا سيدي ان شاء الله ان شاء الله ترجعوا لبلدكم تعيدوا بلادكم ان شاء الله. السلام عليكم. السلام. كل عام وانت بخير. وانت اهلا وسهلا فيك. ايش الامنيه اللي اذا تحققت بصير العيد احلى بالنسبه لك؟ اكيد نرجع بلادنا. اكيد نرجع التح. هو احسن امنيه لنا.